رياضة التجول أو الهايكينج بدأت تشهد رواجاً كبيراً في الأراضي الفلسطينية مع زيادة عدد المجموعات التي أصبحت تفضل هذه الهواية لما فيها من رياضة وإثارة، إضافة لمتعة اكتشاف الطبيعة وخباياها في الأودية والجبال. الزميل عبد الحفيظ جعوان وهذه التجربة من واد قرب البحر الميت حيث وثقها لنا متابع. الجبال الصحراوية غرب البحر الميت منطقة طبيعية جميلة، قررت مجموعة من هواة رياضة التجول اكتشاف أخاديدها الساحرة التي حفرها الزمن عميقا. رياضة بس رياضة صعبة، بدها لياقة بدنية، بدها رشاقة لحد ما، لأنه فيها صخور لازم تنزلها بحبال وبسلالم، ولازم يكون عندك حد يعني حد مقبول من اللياقة البدنية. رغم حر الصيف إلا أن الوادي احتفظ بمياه الأمطار على شكل برك راكدة لا مفر للمتجولين من المرور عبرها. هذا واحد من أصعب المسارات في الأراضي الفلسطينية ويدعى وادي درجة. منذ ساعات نسير في مياه راكدة مليئة بحيوانات أو ما شابه ورائحة عفنة، ولكن لا يمكن إنكار أن هناك مغامرة كبيرة وإثارة كبيرة في هذا المسار. مشى الفريق كيلومترات في هذه المستنقعات الصغيرة، ومع البلل والصخور الصماء الصلبة بدا وكأن الأمر وصفة مناسبة للانزلاق، أما الإصابات فطفيفة اعتاد عليها المتجولون. بدا الواحد يدفع حاله لاقصى يعني يشوف الماكسيموم، بستغرب من حاله شو بيطلع منه، بس اكيد مقدور عليه. ليه ما تغلبتي؟ شو اصعب شيء كان؟ تغلبت ايدي شحطوا وفي ردود كثيره، بس بنوصل ان شاء الله. هبوط بالحبال على منحدرات صخريه يتلوه صعود اخرى قبل التمكن من الخروج من وادي درجه، تجربه فيها من المغامره والمتعه ما لا توفره اجواء المدن الصاخبه. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.